ما فهمت من الماما إذا اللي زارتني بغيابي سوزي أو حدا تاني. حدا تاني مثل مين؟ شو بعرفني؟ الوصف اللي عم بسمعه من الماما ما بيشبه سوزي، بالع شي، دايخة، شامة. سوزي أبعد ناس عن هيك حركات. ليه ما بتلفن لها؟ إذا هي اللي زارتني ما حلو تلفن لها، لازم أرجع أروح لعندها. روح لعندها. إذا الماما مسمعتها حكي قاسي يمكن ما تقبل تستقبلني. حيرتني، بتعرف شو؟ بالأول تلفن تتقلها إنك جاي لعندها. من لهجتها على التليفون فيك تفهم. عملها قبل، كنت تلفن وقول إني جاي. فإذا تصرف طبيعي. قبلت؟ ما بدها تحكي معه لا شخصي ولا على التليفون. لازم نعرف شو صاير معه. رح نعرف اكيد بالاخر، رح تحكي لنا وبيمشي الحال. مدري شو صار. شو قالت لي؟ طنط نجوى، سوزي طلعت من المدرسه واجت لعنا. اجت لعنا يعني ما كانت زعلانه مني. سوزي قالت ما بتتنقل، اشتقت لي او انشغل بال علي، والا ما كانت عذبت حالها واجت. طلبت من الماما كباية مي. ليش؟ وما نطرت، فلت قبل ما توصل كباية المي. تنيناتنا منعرف الماما منيح، وما حدا قدي بيعرف سوزي. إذا فيك تتصوري شو معقول تكون ماما قالت لها. ما حدا غيري بيعرف شو بيكون صار بقلب سوزي. قلتلكن ما رح تضل حبسة حالها. شو؟ مشي الحال؟ ساعدوني تنقنا تعطى. شو؟ شو بتدفعي؟ كمال عنده برايس ليست واضحة وقانونية. تعطى، صار لي تقريبا 3 سنين مخبية ببيتك، والسبب أهلي. كله لأني برأيك رقيقة. لما أسمعك عم تقولي عني إني رقيقة، كنت حس حالي سبيسيال وأحسن من غيري. تعطى، عم بكبر. بنظر الناس ما رح تضل صغيرة ورقيقة مثل ما أنا بنظرك. رقيقة عند الناس إلا غير معنى. رقيقة يعني خسعة. وهيدا اللي فهمته اليوم. بكرة أنا راجعة لعند أهلي، أعمل استاج على مشاكل بيتنا، تكون مستعدة واجه الناس، كل الناس، بدل ما يقولوا حرام هيدي رقيقة. ما بدي يقولوا قلبوها، هيدي قصة. يوم انقدرت، يوم بس رح اقبل كون انقدرت. ما اتفقنا تعملي بحالك هيك؟ أخذت كل غراضة، ما تركت شي. عينك بنص غراضة؟ ما في شي بدل إنها رح ترجع. من حقها تجرب تعيش مع أهلها بعد كل هالسنين؟ ماما، سوزي بنت أختك، كان هدفك تساعديها مش تاخديها. ليلة وحدة ضبت كل شي. شو كانت فرقت معك لو ضبتهم بليلتين أو بثلاثة؟ ماما، سوزي رح نضل نشوفها، بعدها بنت خالتي اللي عاشت معنا سنين، ما سافرت ما تغربت. مين رح يجرب يسبقني على الجلي، الغسيل والتعزيل؟ البركة بنورة. نورة رايحة تسكن مع خلتها. من الأساس أنت ما كنت طايقة حركاتهم. ما كان بدي إياهم يتعبوا، ما معنيت أنحرم من عنادهم. وعدتني ما تغيب. ما تغيب؟ عن شو؟ ملوخيت يوم الأحد. شفتي؟ ما رح علينا شي. رح خليها تساعدني بالجلي.